آخر لقاءاتنا النهاردة في هذه الحلقة من حلقات استاد الأهلي مع أيضا واحد من المدافعين ونجوم الكرة السابقين في صفوف الفريق الأول في النادي الأهلي، له تجارب سابقة مع عدد من اللاعبين، على وجه التحديد هنتكلم معاه عن رأيه في دفاعات النادي الأهلي باعتباره واحد من المدافعين اللي شاركوا في تحقيق أيضا بطولات مع النادي الأهلي في فترات سابقة، وواحد من نجوم النادي الأهلي اللي تعاملوا مع الجهاز الفني، مع تحديد المدير الفني كابتن حسام البدري خلال مرات سابقة وخلال تولي المهمة لأكثر من مرة مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كمدير فني كابتن شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلي سابقا. أهلا بيك كابتن شريف، سعداء بوجودك معنا. أهلا بيك يا زهام، أنا سعيد جدا بوجودي في قناة الأهلي، وقبل ما نقول أي حاجة طبعا مبارك لجمهور الأهلي العظيم على الكاس السوبر امبارح، حصلنا على الكاس السوبر الحمد لله، وألف مبروك لجمهور النادي الأهلي كله. الله يبارك فيك كابتن شريف. قل لي من متابعتك للمباراة، تقييمك للمباراة ازاي؟ حجم المنافسة فيها، قوة المنافس، الشكل اللي خرج بيه اللقاء لحد لحظة نهاية المباراة. أنا شايف إن الكابتن حسام اتعامل بشكل كويس جدا مع اللقاء، لأن هو يمكن من لقاء الزمالك الأولاني كان بدأ إن هو يريح عبد الله السعيد عشان خاطر يجهزه، لأن أنت يبقى في مجهود بدني على اللعيبة، لأن أنت تقريبا كان الفريق المصري قاعد قبليها بأسبوع في دبي. لا اعتقد مش اسبوع بس، سافر قبل الاهلي فعلا، يعني خد فتره اكبر، سافر قبليها وقبليها خد وقته اكتر في الاستعداد في المباراه. والزمالك وانت بتلعب برضه فريق نادي الزمالك فريق كبير، فكان له ضغط عصبي وستريس رهيب على اللعيبه، فده كله عامل حمل بدني زياده، مجهود زياده يعني. فيعني ان الكابتن حسام يقدر يلم الفرقه بالشكل ده في الفتره القليله دي حاجه تحسب له. انا شايف ان الكابتن حسام كان ليه بدا يريح مؤمن زكريا ودخل اجاي في بدايه اللقاء، لان مؤمن عنده الحس التهديفي اعلى نسبيا بشكل كبير جدا، وبتحركاته وبتواجده الدائم في منطقه ال 18 ده نقطه تحسب له بشكل كبير جدا مؤمن زكريا. وكابتن حسام طبعا ادرى بامكانيات اللعيبه، انا شايف ان كابتن حسام بدا بتشكيل كويس جدا وبطريق وزي ما ارى طريقه لعب كابتن ايهاب جلال في نادي قدام في مباراه نادي الزمالك. انا كان عاجبني جدا كابتن حسام بالذات في ماتش الزمالك، الناس جدا اتكلمت قال لك الاستحواذ لنادي الزمالك. يعني ايه استحواذ لنادي الزمالك؟ انا راجل عندي امكانيات للعيبه، وبعدين كابتن حسام كان لاعب مكان الكابتن ايهاب جلال مدير فني لنادي انبي قبليها ما فيش بكام اسبوع، السيناريو ده هو اتكرر بالظبط بين الاهلي. انا كنت في كذا لقاء تلفزيوني قبل كده، يعني قبل الماتش ما فيش ايام، قلت لهم كابتن حسام هيكرر نفس الاسلوب ونفس الطريقه، لان كابتن ايهاب جلال هو اسلوب والتكتيك بتاعه في الملعب هو واحد ما بيغيروش. فقلت له هو بيلعب لعب مفتوح بيعتمد على نقل الكوره بشكل، والاهلي في مباراه امبي استغل ده بشكل كويس قوي جدا، وقدر يحسم اللقاء باربع اهداف، وبالظبط اتكرر معاه بالظبط، ساب له منطقه الملعب كلها ان هو يقدر يستغلها كابتن ايهاب زي ما هو عايز في نقل الكوره. النادي الاهلي قدر يستغل ده في الاتاك بتاعه، دي الرؤيه الفنيه للكابتن حسام، ده اللي بتكلم عنه. كابتن حسام تعامل مع الشكل مباراه السوبر بشكل مختلف تماما، قدر هو بقى بيهاجم من الخطوط من الامام. عندك كابتن حسام حسن كان ماسك الملعب عامل زون ديفنس بشكل كويس جدا، مقفل ملعبه، قدر يوصل للاكسترا تايم، وده نقطة لا تحسب للكابتن حسام. انت بتلعب نادي كبير زي النادي الاهلي توصل معاه لاكسترا تايم، ده حاجة تحسب طبعا للجهاز الفني للمصري وللاعبين. انا شايف ان بدري ادار الماتش واللقاء بشكل جيد جدا. اتكلمت في البداية عن البدائل اللي عملها كابتن حسام البدري قبل المباراة وخلال فترة الاستعداد لمباراة القمة أمام الزمالك، وأيضا استعداد لكأس السوبر، في مين يرتاح ومين يتم تأهيله ومين يجهز ومين اللي ممكن يبقوا أوراق يريح بعضها ويدفع بعضها في الملعب. على مستوى المدافعين تحديدا مع النقص اللي موجود في العدد لإصابة البعض أو عدم جاهزية البعض، شفت الكابتن حسام اتعامل مع أنا بالزمالك. يعني الكابتن حسام بصراحة الواحد أنا بشفق عليه الفترة اللي فاتت كلها، لأن أنت يا دوبك مدافع يرجع مدافع يتصاب، مدافع يرجع مدافع يتصاب. كنت انا برضو في الفتره دي، يعني انا ما كنت موجود برضو، كانت بتحصل كتير جدا، انما الفتره دي كانت زياده قوي بالذات الفتره دي يعني. انما انا يحسب للجهاز الطبي والجهاز الفني ان هم سعد سمير يرجع يكون ما شاء الله راجع بمستوى جيد جدا زي ما احنا شفناه الماتش اللي فات، بتواجد ايمن اشرف المستمر وبيأدي بشكل جيد جدا وامتياز كمان في مركز. مبسوط من اداء ايمن اشرف في المركز ده؟ انا كلمته الاساسي، انا كلمته على اتصال بيه دائم على مع ايمن اشرف، لان هو كان من الناشئين وانا متواجد، ايمن من اللعيبه اللي انا بحبهم، هو كان باك ليفت، ان هو يلعب في قلب الدفاع ويجيد بهذه الطريقه دي حاجه تحسب له جدا. وانا قلت له
المكان ده ما فيهوش لعيبه مميزه كتير جدا في مصر. فانت بتلعب في النادي الاهلي، اول ما هتبقى مميز هتبقى متواجد على طول في منتخب مصر. وبالفعل يمكن قال لي تمام يا كابتن، وانا ان شاء الله هركز قوي في المكان دوت وهستمر وهجيد فيه ان شاء الله. قلت له خلاص استمر، اهم حاجه الثقه، كونفيدنس، لازم يبقى عندك الثقه بتاعتك دي، هتديك هتعليك فرق كبير جدا جدا. ما ده اللي بيفرق بين اللعيب الصغير واللعيب الكبير. فانا شايف ان سعد سمير الحمد لله رجع الماتش اللي فات، وده تحسب للكابتن حسام بدري ان هو دخله الماتش، كان راجع من اصابه، كان حسام ما رضاش يدفع بيه في الماتش اللي فات وفي ماتش الزمالك، ودفع بمحمد هاني في قلب الدفاع. رغم انه كان بدا بالزبط. يعني تم تاهيله وطبيب الفريق قال انه جاهز فعلا بالظبط لماتش يعني الزمالك بالظبط كده. فانا طبعا رامي ربيعه اتعور، جات له الضمه الماتش اللي فات. عندنا محمد نجيب كان عنده التهابات او عضله الضمه برضه، هو كمان بقاله فتره بعيد. محمد هاني كمان مش مركزه المساك، محمد هاني طبعا ظهير ايمن، هو اصلا مكانه ظهير ايمن. فلو في لعيب بيجيد اللعب في اكتر من مركز دي حاجه كويسه جدا. انا لما كنت بلعب الحمد لله كنت بلعب باك ليفت وباك رايت وسنبات ساعات ديفندر، كنت بتلعب في اكتر من مركز فعلا، كنت بالظبط بتشتغل كمان. كانت حاجه كويسه جدا، المدرب بيحب اللعيب ده زي احمد فتحي، ما بيلاقي لعيب بيحل لي اكتر من مركز. ده أنا بس دايما اللاعب يا كابتن شريف عنده مركز هو المفضل بالنسبه له، بالنسبه له هو اللي بيشوف ان هو في احسن حالاته انه بيجيد باكتر شكل طبعا. يعني اكيد كان عندك ميل دايما لمركز واحد، المساك افضل حاجه ولا الباك رايت أفضل؟ لا انا كنت بفضل المساك اكتر. بس انا كنت دايما يمكن العب لي ثلاث ماتشات باك رايت، ثلاث ماتشات سيرد باك، ثلاث ماتشات باك ليفت. ده الناس فاجئت، انا لعبت سيزون كامل تقريبا باك ليفت. لكن الاقرب بالنسبه لك مركز المساك اللي بتشوف ان هو الأفضل، يعني ادائك افضل في المركز ده دايما بشكل كبير جدا. انا بفضل دايما كل لعيب زي ما حضرتك قلت كده بيبقى بيحب مكان معين هو اللي بيجيد فيه ويبرز امكانياته الحقيقيه، فاهمني؟ ففي دايما بس بلوم بقى على حاجه واحده، على المشاهد دايما ان هو ايه، ما بيلاقي لعيب مثلا بيلعب مثلا باك ليفت وهو مش باك ليفت، او باك رايت وهو مش باك رايت، بيعاتبه على انه هو ده الباك رايت، ما نفذش الحاجه بافضل شكل 100% بالظبط. يعني محمد هاني مثلا لعب ستوبر ولو اخطا خطا ما، هتلاقي الناس عملت عليه لود كبير جدا مع انه مش مكانه. ما هي دي بقى فهو هنا لو اجاد نقول له برافو عليك انت عملت حاجه استثنائيه، لو اخطا متوقع انه يخطئ في المكان ده طبيعي في الكوره. انما طبعا يحصل للكابتن حسام ان هو قدر يأقلم اللعيبه دي ويبقى في تناغم بينهم موجود، والحمد لله ان هم بيتلاحقوا وبيتبادلوا مع بعض. بس يا رب ما يكونش في اصابات، بس قول لنا ان شاء الله يكون يعني الكل يجهز بسرعه. وهي طبعا اصابه ربيعه احدث اصابه للمدافعين، ان شاء الله يعني يتعافى منها باسرع برنامج طبي وعلاجي وتاهيلي ممكن ان شاء الله ويرجع في اقرب فرصه. قلت لنا واحنا بنتكلم عن غيابات بعض المدافعين او اصابتهم وعدم جاهزيتهم ان مريتوا بالموقف ده اكتر من مره. طبعا ايه اكتر مباراه فاكرها او اكتر موقف لقيت فيه باقي زمايلك في الفريق المدافعين مش موجودين وناس تانية بيعتمد عليه؟ بس احيانا بيقولوا ممكن يبقى عندي اربعه مساكين والمدير الفني يلاقي اللي جاهز منهم واحد بس قبل مباراه مهمه. لا مثلا لعبنا في ماتش، لعبنا فيه انا واحمد فتحي اثنين استوبارين. يعني انا واحمد فتحي بنلعب اثنين في استوبارين في الفرقه، ما فيش استوبارات خالص ولا واحد موجود. استعانوا باحمد فتحي، استعانوا باحمد بس فتح. الحقيقه هو معجزه انه لاعب يستغل في اي مركز أحمد ويجيد بنفس الشكل وافضل الحقيقه. يعني هو لاعب يعني الحمد لله يعني اكتر من جوكر دي بكتير، يعني قال عليه اكتر من كده. يعني احمد فتحي ربنا يبارك له، ان احمد انا اكبر منه بسنه مثلا، وهو يعني انا طبعا كان حته الاصابات دي فرقت معايا شويه الفتره اللي فاتت دي يعني ادت لاعتزالك طبعا شوية. طبعا يعني انا ما حبيتش طبعا ان انا حبيت اختم حياتي في الانديه الكبيره افضل يعني. ما حبيتش يعني لو جالك فرص او عروض تجارب ممكن ما تكونش على نفس مستوى تجربتك مع الاهلي ما فضلتش ده؟ لا صعب، هيبقى صعب بالنسبه لي خلاص. انا مع انك رجعت كنت جاهز بعد العلاج والتأهيل كنت جاهز. اللي يلعب في النادي الاهلي ما يقدرش، ما يبقاش قادر يلعب في النادي الاهلي. دايما اللعيبه بتقول كده، ودايما يعني حتى اللي خاض اكتر من تجربه منها النادي الاهلي وما كملش فيه سنوات كتير وراح انديه ثانيه يقول انا فاكر تجربتي مع النادي الاهلي كانت حاجه ثانيه خالص. يعني نسمع ده طول الوقت من لاعبين. انا كمان انا قعدت في النادي الاهلي حوالي 7 سنين تقريبا، فتره كبيره مع الفريق، حوالي 13 بطوله. فالحمد لله انا سايب اسم كويس جوه النادي وسايب تاريخ كويس جوه النادي، وكنت نفسي طبعا استمر في العطاء وفي التاريخ. بس طبعا هي دي كره القدم، وهي دي يعني دي يعني سمة نصيب كل لاعب، نصيب كل لاعب. في واحد يقعد 20 سنه درجه اولى واكتر زي كابتن اسامه عرابي، ولاعب ثاني تلاقي عمره مع الفريق الاول كان 3 4 سنين حتى لو كان لاعب كويس قوي. ده حقيقي. عندنا مثال زي كابتن زيزو مثلا، يعني موهبه فذه بس الاصابه ما ادتلوش الفرصه يستمر فترات طويله. زي كابتن محمود الخطيب برضه بطل بدري بس المقارنه طبعا كابتن
كابتن زيزو، كان كابتن زيزو كمان بقى الاصابه بدري جدا يعني كانت 26 سنه 27 سنه كابتن الخطيب قعد مشوار كافي لانه يحقق انجازات كتير في الملعب يعني. طيب هنتكلم شويه عن تجربتك مع النادي الاهلي، قلت انها استمرت 7 سنين وانها افضل تجربه في مشوارك كلاعب كوره. ايه الفارق من وجهه نظرك لما لعبت في انديه اخرى وتجربتك مع الاهلي؟ بجد ايه الفوارق الرئيسيه اللي شفتها اللي اتعلمتها في الاهلي وما كنتش لسه اكتسبتها من انديه ثانيه؟ لا النادي الاهلي، انا لما جيت النادي الاهلي طبعا حصلت ضجه، وانا جيت كنت من الاسماعيلي، والنادي الاسماعيلي انا قعدت فيه فتره كبيره حوالي 10 سنين تقريبا، وبعد كده جيت النادي الاسماعيلي من الانديه الكبيره في مصر طبعًا فمش طبعًا جاي من نادي ملوش جماهيريه او نادي مغمور، ده بالعكس نادي كبير وله جمهوره طبعا. بالظبط كده. فطبعا لما جيت النادي الاهلي كان بقى خلاص انا جاي اكبر نادي في افريقيا واكبر نادي في مصر، وخلاص يعني بدات تحصل احداث، بدات احب المكان يعني، بدات باحداث طبعا، بدات ان انا اخد بطولات جوه النادي دوري كده، حصلت احداث بورسعيد، بدات اتاثر عاطفيا اكتر يعني، بقى في حاجات داخليا لا انا اتاثرت بالمكان ده، بدات تنتمي للمكان اكتر تحب المكان. بعدين بدا بعد كده رحنا سافرنا مالي، قعدنا اتحبسنا 3 اسابيع هناك، والناس الجمهور يجي يستقبلنا ونسافر بطيارات حربيه ونيجي بطيارات حربيه ايه ده في ايه؟ فبدا الموضوع لا بقى في حاجه داخليا في علاقه رهيبه، فاهم قصدي؟ ما بقاش انت بتحب المكان وخلاص، لا بقى في عشق، دي تفرق، بقيت مرتبط بالمكان ده قوي، كانك يعني ناشئ طالع من النادي ده، كاني متربي بقى لي سنين جوه النادي ده. واي حد دخل جوه النادي ده بيقول كده، مش انا بس، ده الناس معلش يعني اللي هي بتشجع الانديه الثانيه مش حاسه بقيمه ده او يعني بقيمه وقدر النادي الاهلي عند الناس اللي بتحب النادي الاهلي. عشان دايما يعني هو كلامك منطقي جدا وصادق، لانه الكيان الكبير الناجح اللي هو حاله فريده زي النادي الاهلي دايما بيبقى له شكل تاني طبعا، بيبقى الارتباط بيه والمشاركه في نجاحاته على اي مستوى من مستويات رياضيا اداريا بتربط الانسان بيه اكتر، لانه بيبقى مستمتع بالتجربه دي، بتبقى من اميز التجارب اللي مر بيها في حياته كمان يعني، حتى لو ما استمرتش كتير بالظبط يعني. انا كمان مريت بمواقف صعبه جدا، انت بتتكلم في احداث بورسعيد، بعديها نسافر مالي نتحبس الدنيا ايامها كانت لا ده احنا سافرنا في مالي حتى قامت حرب اهليه، كان عندنا ماتش الظروف كانت لعب ملعب المالي في بطوله افريقيا هناك، اتحبسنا برضه ايوه ما كنتش عارفين ترجعوا، رجعنا تاني ربنا كرمنا في سيو سبورت في نهائي افريقيا، كسبنا الكونفدريشن كاب، الفرح والحزن كل ده عمال تناقضات كتير خلاص بالظبط، فكل ده خلاص ترسخ جوايا بقى في حاجه ثابته. طب كنت عامل ازاي مع مباريات الاهلي والاسماعيلي؟ لانك كنت واحد من نجوم الاسماعيلي وهو له جماهيريته، وكمان من الانديه اللي دايما مبارياتها مع الاهلي فيها نديه ومنافسه قويه قوي يعني. طبعا هي الفرق الكبيره دايما في العالم كله بتبقى فيها المنافسه، بالذات الفرق اللي ليها شعبيه جماهيريه كبيره عريضه زي النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي. يعني النادي الاسماعيلي كنت بتشوف مباريات الاهلي والاسماعيلي ازاي؟ لا صعب جدا، لا صعب جدا يعني، انا حتى ما كنت في الاسماعيلي النادي الاهلي بالنسبه لنا هي دي المباراه. النادي الاهلي بقى العكس، النادي الاهلي النادي الاسماعيلي نادي كبير، نادي قوي ونادي من الفرق المنافسه وكل حاجه، بس انا بلعب على البطوله. فبالنسبه لي كل المباريات بلعب على الثلاثه بونت بالظبط، انا بلعب على الثلاثه بونت، هي دي الفروق يعني. الناس بتفكر ازاي هناك والناس هنا بتفكر ازاي، انا هنا بطل بلعب ماتش بماتش وعشان البطوله، فاهم قصدي ايه؟ انما طبعا كان الماتشات دي بتبقى ليها حساسيه كبيره جدا بينا. النادي الاسماعيلي بتبقى ماتشات قويه جدا ومشحونه جدا، زيها زي الزمالك بالظبط، نادي كبير نادي عريق هو نادي الزمالك، مبارياته برده طبعا طبعا مباريات قويه جدا. انما انا كشريف انا الاحداث اللي حصلت معايا طبعا لما كان في جماهير وكنت بحضر ماتشات كنت طبعا بألاقي بعد بيبقى زعلان منك اللي هو انت سبتنا ورحت الاهلي فبيهاجموك يعني، بلاقي الهتافات اللي بيحصل مع كل نجوم العالم، الهتافات العدائيه دي ده طبيعي في الكوره يعني، كل نجوم العالم اي نجم انتقل من برشلونه لريال مدريد او العكس كان بيحصل لما تتم هتافات عدائيه ضدي من فريق القديم ليه؟ عشان كانوا بيحبوا شريف وما كانش زعلانين منه انه سابهم بالظبط، وزعلانين ان هو مشي وكده، بس طبعا دي ثقافة احترافية، ده الصح، وده دي هي دي كرة القدم. احنا ما نتمناش يبقى فيه لا إساءة ولا سب ولا تجاوز مع أي لاعب، ويبقى فيه بس حرية كاملة للجمهور في تشجيع أندياته كرة القدم، وحرية كاملة للاعبين في اختيار تجاربهم الأفضل في حسابات مالية أدبية جماهيرية، فرصته في النادي ده في الوقت ده سواء كيان كبير زي النادي الأهلي أو أقرب دايما لتحقيق البطولات، أو فرصة اللاعب إنه يروح لنادي شايف مركزه فيه هيديله فرصة للمشاركة يعني في حسابات اللاعب لنفسه كمان طبعا. فنفسي الناس تتعامل مع ده بشكل بصدر رحب شوية يعني بصورة أبسط، حتى نشجع فريقنا بس ما نبقاش بنزعل من اللاعبين أو نتجاوز ونسب. بص يعني يا عزمان، احنا خلينا نتفق إن احنا احنا بعيد كل البعد عن حاجة اسمها احترافية، الثقافة الاحترافية مش موجودة، المنتاليتي عندنا سوري يعني زيرو،
في المجتمع بتاعنا. خلينا نتكلم بصراحه، يعني في مشاكل لسه، بس بلاش بلاش نبقى يعني نظلم. احنا بنتكلم احنا لسه ثقافتنا في البوينت بتاعت النقط، الحاجات الاحترافيه عندنا احنا لما بنشوف الناس بره الفروق ليه بعيد قوي عننا في كل حاجه؟ عشان هم بروفيشنال. بس في موضوع لاعب محبوب دي في احد يعني اقوى وافضل واغلى دوريات العالم طبعا انها موجوده، وكانت الصحافه الاسبانيه بتتداول العبارات اللي قالها الجمهور عن اللاعب ده لما راح من برشلونه لريال مدريد او من ريال مدريد لبرشلونه. اكتر احداث كانت بتحصل ايام لويس فيجو، ده كان قصص طبعا الصحافه الرياضيه الاسبانيه. ورونالدو برضو لما كان في برشلونه، هو الناديين يعني دايما الانديه اللي بينها منافسه وانديه قويه واللاعب له مكانته فيها، لما بينتقل لنادي اخر خصوصا نادي منافس، دي متعه كره القدم، بتبقى عند الجماهير صعبه. دي متعه كره القدم، دي موجوده في العالم كله من حبهم للكوره لدرجه الجنون يعني. طبعا دي طيب ده جزء من متعه كره القدم. نتكلم عن الفتره الجايه، شايف فرص الاهلي ايه؟ والكابتن البدري رجع والجهاز الفني تركيز مباشر على المباريات اللي جايه في الدوري، خلاص بنقفل صفحه كاس السوبر والفوز والاحتفالات. شايف فرص الفريق ازاي في الفتره الجايه مع منحنى ادائه ونتائجه الارقام وما تعكسه الارقام في مسابقه؟ لا انا شايف دلوقتي الحمد لله ان الفريق الاهلي يعني خلاص احنا لينا ماتش مؤجل، الاسماعيلي لعب ماتش فبدا هو يبقى الاول تاني، الاهلي لينا ماتش مؤجل ان شاء الله ربنا يكرمنا فيه هنبقى الاول تاني باذن الله. انا شايف ان الاهلي كان فيه المستوى بدا يتذبذب الى حد ما في بعض المباريات، بس الحمد لله رجعنا تاني ناخد الثقه ويبقى فيه ثبات التشكيل. الناس لازم تفهم الكابتن حسام لما جت فتره كان في تذبذب في المستوى، ليه؟ انت عندك خط الظهر كله وصلت ان محمد هاني وايمن اشرف كانوا بيلعبوا مع بعض اتنين باكين اصلا، فانت عندك نقص شديد قوي في خط الظهر، عندك الباكين مع احمد فتحي بيضطر ان هو يخش في قلب الملعب لما كان عاشور مصاب، ومحمد هاني بيضطر يلعب باك يمين مثلا، وكان في برضه بتحتاج لاعبين كتير في غير كان علي معلول برضه كان متعور وكان متواجد صابر رحيل وكان بيأدي بشكل كويس جدا هو كمان. عندك تاني عمرو السوليه كان برضو بعد برضو فتره ورجع تاني، فكان في اصابات كثيره قوي، فعشان كده حصل اخلال في الفريق، استقرار في الفريق بالظبط. العوامل الثبات التشكيل دايما من عوامل النجاح. خلاص انت دايما لعيب الكوره او التيم بتاع الكوره لما تيجي اي كوتش بيدور دايما على حوالي 15 16 لعيب كتير، هم دول اللي بيخرج ويدخل فيهم، في ثوابت عنده في التشكيل دي ما بتتغيرش. لما تيجي الثوابت دي العمدان الرئيسي من الملعب 1 2 3 4 ورا بعض، ده بيأثر على شكل الفريق طبعا ككل. وده اللي حصل، وكان في تذبذب رهيب في الفرقه والناس كلها قلقت اتخضت، بس الحمد لله الفرقه بدأت مستواها تدريجيا بدا يعلو مره اخرى، والحمد لله في ثبات بشكل كويس الفتره اللي فاتت من الكابتن حسام. وانا عاجبني الكابتن حسام عنده شخصيه قويه. كنت هسالك عن رايك في طريقه تعامل، مش تقييمك، عمرنا ما بنسال لاعب طبعًا في اي طبعًا مرحله مهما بلغت نجوميته او حتى جيل اكبر منك من اللاعبين، عمرنا ما بنسالهم عن تقييمهم للمدير الفني اتعاملوا معاه، لانه العكس هو الصحيح، دايما نسال المدير الفني عن اللاعبين بالظبط. يعني من البعد الجانب الادبي بيفرض علينا ده طبعًا. لكن خبراتك في التعامل مع كابتن حسام وشخصيته كمدير فني، طريقه تعامله معاك وجديته في التدريب، يعني ايه اهم سمات واللي فاكره دايما عن التعامل مع كابتن حسام؟ بص كابتن حسام دايما متاخد عنه ان هو مكشر ومتضايق ومتعصب، ده مش حقيقي يعني. الراجل ده شغله، مع اي حد في شغله بيبقى مركز. هو كابتن حسام شكله مركز يعني شكله جد قوي دايما، هو سيريس قوي، فهو شكله كده. انما كابتن حسام على فكره يعني من الناس اللي بتحب تهزر جدا وبتضحك جدا وجدع جدا وصاحب مواقف مع لعيبه كتيره جدا، يعني علاقاته انسانيا باللاعبين على لا كويسه، علاقات جدا فيها قرب وفيها بالظبط، وعلى تواصل دايما بجميع اللعيبه. وانا فاكر كان يعني اي حد محتاج حاجه بيروح يقول له كان بيخلصها له على طول يعني. لكن هو على مستوى التدريبات والاستعداد والمباريات جد مليون في المية، طبيعي لان انت دايما بالظبط، دايما الليدر او القائد لازم يبقى او المسؤول عن المنظومه او التيم او وات ايفر، ايه الحاجه اللي هو قائد عليها، لازم يبقى ليه شخصيه منفرده، ما لازم يبقى دايما حاطط سقف. في ناس كتير كمان بتشوف ان كابتن حسام البدري اتاثر من تجاربه اللي استمرت لسنوات كمدرب عام في الوقت ده مع المدير الفني اللي تولى المهمه مانويل جوزيه، ان شافه انه اكتسب منه كتير من الخبرات الخاصه بالجديه والصرامه في التعامل والسيطره الكامله على الفريق، عشان دايما الفرق اللي فيه عدد كبير من النجوم بتحتاج ده حقيقي، بتحتاج القوه عشان الامور ما تخرجش عن سيطره وعن قدرات المدير الفني. انا اشتغلت مع مستر مانويل جوزيه واشتغلت مع كابتن حسام البدري في اول ولايه وفي ثاني ولايه، وبعد كده ولايه ثانيه جه مستر مانويل جوزيه. انا اشتغلت
معاهم كلهم فعارف شخصياتهم. انت كابتن حسام خد منه اقوى حاجه الشخصيه وان هو ما بيتاثرش وهو ازاي وطبيعه انه ما يقبلش نقاش في بشارك ولا لا او بشارك امتى وما بعرفش ليه في المركز. مدير فني لما حد يجي يقول لي اعتبر بقى اعلام بقى ما يفتحش حوارات ما يفتحش اعلام بقى يضغط عليا بطريقه معينه عشان العب لعيب فلان او علان ده مش عنده خالص تماما يعني. وبعدين ان انت تبقى مسؤول عن فريق زي النادي الاهلي موجود فيه كل اللعيبه موجوده لعيبه سوبر دي مش اي حد يعملها ومش اي حد لانك لو اديت مساحه لان كل لعيب يقول يعني اللي هو عايزه وتحاول ترضيه كل لاعب بشكل منفرد مش هيبقى فيه فريق. لا مش وبعدين تشتغل انا مش هتعرف تشتغل خالص. انا كلاعب لما الاقي المدرب بدا ينساق ويستمع للاراء ده هيطمع كل لاعب انه يبدا فابتدي انا كمان بقى طب اشمعنى انا شكاوى تكتر والمشكله تكتر بالظبط. فكابتن حسام عنده من الخبرات والقدره ان هو يعني وده واضح جدا للناس كلها مدى شخصيته قويه وتاثيره على اللاعبين. طيب كابتن شريف برضو واحنا بنقترب من ختام الحوار ده هسالك نفس السؤال اللي وجهته لكابتن محمود ابو الدهب. مين من مدافعي الاهلي حاليا طريقه ادائه اللي بتعجبك يعني اكتر مدافع بتشوف انه مقنع بالنسبه لك وان انا بستمتع بطريقه ادائه حتى لو اتفقنا على ان كلهم نجوم بدليل الارقام والانجازات اللي ما فيش ده طبعا يعني هو كل لعيب ليه ستايل وليه طريقه لعب يعني لكن يعني على المستوى الشخصي شريف عبد الفضيل نجم الاهلي السابق مين المدافع اللي بشوف ان انا بستمتع بادائه وبركز في حاجات كتير قوي من شغله في الملعب؟ انا اللي بقى عاجبني دلوقتي بشكل ملفت ايمن اشرف. ليه ايمن اشرف تحديدا؟ لان هو المكان مش ما بيلعبش فيه كتير ستوبر وبعد كده لعب ولما لعب فيه اجاد وظهر بشكل شايفه كمان بيأدي بشكل كويس قوي وشايفه بيأدي وكمان انا بحب لعيب الكوره هو لعيب كوره واشول ودي مدياله ميزه وليه ستايل شكل يعني ليه شكل مختلف شويه. طبعا سعد ليه ستايله ولعيب كويس جدا وستوبر هايل سعد مفيش خلاف عليه. ورامي ربيعه رامي ممتاز جدا انما انا عاجبني شكل ايمن وان هو مش مكانه هو ستايل مختلف عن ربيعه وعن سعد خالص هم ادائهم فيه قوه كبيره جدا بدنيه هو اداؤه مختلف ما بيعتمدش على الكوره البدنيه هو لعيب كوره بيشغل مخه بشكل كويس بدا يعرف واجبات المركز ده ايه ومع الوقت خلي بالك هيبقى ليه شكل وهيبتدي ياخد خبرات كبيره جدا بس لازم الاستمراريه بشكل فني او جمالي مختلف شويه يعني بيأدي في المركز ده بطريقه فيها بتحس فيها بمهارات كره القدم اكتر بالظبط حتى من غير اي اضافات ممكن تعمل مشكله للفريق بالظبط يعني لان هو سهل هو كمان ما بيبالغش حتى ان هو بيعرف يلعب كوره لا وبيلعب سهل الممتنع بيلعب سهل عشان كده المكان ده حساس جدا اللي ورا ده يعني انا كشريف عبد الفضيل لما جيت النادي الاهلي كان الناس بتقول لي انت ليه مش بتعمل زي الاسماعيلي؟ قلت لهم ايوه الاسماعيلي اولا كنا بنلعب بليبرو وانا عندي الملكه ان انا كنت اعمل دريبلنج من ورا بالكوره اعدي 3-4 بس هنا في النادي الاهلي بنلعب 4-4-2 وكنت بتعمل ده وقت ما بتشارك باك رايت كنت لان المكان ده فيه الانطلاقات وفيه المراوغه عشان كده ما بتعملش ده في مركز الباك ليفت كنت بعمل كده كتير جدا انا قصدي عموما هنا فهي بس هي واجبات مركز انما ايمن لا ايمن مميز جدا بالثوب الجديد يعني نقول في الاستوبر وان شاء الله يبقى حاجه كويسه ان شاء الله طيب. وتفيد مصر باذن الله بالنسبه لك او من معرفتك كمان بباقي اللاعبين فكره ان لاعب يتقال عنه انه اللاعب ده جاهز وجوكر وممكن المدرب يعتمد عليه في مراكز كتير دي بتيجي على حساب اللاعب ولا بتبقى ميزه بتميزه عن باقي زمايله بيبقى فرحان بيها ولا بتيجي بقى على حساب استقراره في مركز معين في الملعب؟ هي ميزه كبيره جدا للعيب والاكثر واحد مستفيد منها المدرب تمام بس هي ممكن في بعض الاحيان تيجي على اللعيب يلاقي نفسه فقد مركزه الاصلي عشان هو محطوط في مركز انت اللعيب التاني مثلا اللي هو بيلعب انت بتلعب في مركزه ده وهو مش مركزك بيجيد اكتر فلما يبتدي يرجع انت هتضطر تلاقي مركزك الاساسي ناس تانية خلاص لعبت. مكانك مش موجود بالظبط هي دي فلا هي ميزه كويسه قوي للمدرب نمره واحد نمره اتنين للعيب يا جماعه انا كنت بساعد بس دي طوارئ بالظبط كده فهي لا يعني هي ميزه وعيب في نفس الوقت يعني. الفترة الجاية ايه طموحاتك للاهلي بعد احنا الحمد لله في الصدارة في بطولة الدوري الممتاز والاهلي بينافس بقوة على اللقب كاس مصر اللي تحقق ولقب الدوري وكاس السوبر والمنافسة مستمرة بتتمنى ايه لفريق الاهلي في الفترة الجاية مع التغييرات المتوقعة مع الطموحات المصاحبة للنادي الاهلي ولمجلس الادارة الجديد بقيادة كابتن محمود الخطيب ومع الحديث عن مشروعات ضخمة رياضية في مصر زي مشروع القرن او استاد الاهلي ايه امنياتك بالنسبة لفريق الكورة في النادي الاهلي بعد كل ما حققه؟ لا يمكن احنا نقول الحمد لله النادي الاهلي رجع لهيبته وكبريائه بوجود الكابتن محمود الخطيب واعضاء مجلس الاداره كلهم. ادينا شفنا الحمد لله بدا كل حاجه بتتاخد خطوات
وفي ثوابت وفي اسس ظهرت وفي لما تيجي تتكلم معلش يعني كابتن محمود الخطيب من ساعه ما جه محدش سمع محدش شافه يعني ما بيشافش عارف انت اللي هو ناس عارفين دورها ايه كويس قوي عارفين يعني ايه قيمه نادي الاهلي يعني ايه ثوابت والمبادئ بتاعت النادي الاهلي يعني الناس دي بتشتغل عشان بتحب المكان ده فاهمني مش بيشتغلوا للشو تحس ان انهم مرتبطين انه شغل واحتراف وفي نفس الوقت ارتباط كبير بالنادي وحب الناس المكان. عندها حب للمكان بالظبط الناس دي ولا بتزايد على المكان ولا حاجه يعني الناس دي طول عمرها معروفه هي ايه وعشان كده يعني حب الناس ده مش جاي من فراغ يعني فاتمنى لهم ان شاء الله مجلس الاداره الحالي اللي موجود ان شاء الله يستمر في الانجازات والعطاءات وان شاء الله نشوف استاد الاهلي الجديد باذن الله ان شاء الله يطلع مشروع يعني ان شاء الله تبقى حاجه على افضل او افضل من المتوقع وان شاء الله تنتهي الدراسات الخاصه بيه لافضل شكل ممكن ماليا واستثماريا وهندسيا لانه مشروع ضخم وتكلفته ضخمه جدا لكن زي ما تابعنا في الفتره اللي فاتت في حب كبير ودعم وتاكيدات على كل ما سيقدم من دعم لمجلس الاداره الحالي وللنادي الاهلي بقياده مجلس الاداره الحالي بقياده كابتن الخطيب على مستوى مستثمرين مصريين وعرب واجانب يعني هذا المشروع بيتم بحثه ودراسته بشكل لتحقيق اكبر استفاده ممكنه منه ان شاء الله. اكيد طبعا ان شاء الله وان شاء الله دي تبقى بدايه قويه جدا لمصر ان شاء الله لان ده مش 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 استاد للنادي الاهلي وخلاص ده اسمه مشروع ده استثمار يعني الناس لازم تفهم يعني ايه استثمار يعني ايه بيزنس. لعيب الكوره ده ومؤسسه الكوره دي ده استثمار بتبين عليه حاجات كتيره جدا يعني الناس بس لازم يبقى عندها قبول لده يعني. ورؤيه للمستقبل كمان يعني ايه الارتباطات الجايه للفريق مشاركاته الدوليه بالزبط. ازاي ممكن نستغل ده كمحطه رياضيه مهمه موجوده في مصر هذا طبعا الاستاد. طبعا واتمنى طبعا يعني كده ان شاء الله نقول دي اول بطوله للمجلس الجديد نبارك لهم عليها وان شاء الله تبقى بدايه خير دي اول بطوله كره قدم بالظبط سبقها في الايام اللي فاتت بطولات كره طايره وكره سله بنتكلم على كره القدم يعني دي اول بطوله وان شاء الله تبقى دي بدايه خير علينا ان شاء الله وبعد كده ان شاء الله تتوالى البطولات باذن الله طيب كابتن شريف دايما كنا بنشوف مواهب بتطلع الاهلي بيقدم مواهب صعدت من الناشئين من اجيال صغيره من النادي وصلت للفريق الاول وبقت نجوم في المنتخب وفي الاهلي المقاولين الاسماعيلي انديه اخرى كتير عندها ده الى اي مدى شايف ان ده لسه موجود ولا محتاجين نهتم بيه في انديه كبيره زي النادي الاهلي لان بقينا بنسمع طول الوقت عن مغالاه في اسعار اللاعبين وان بورصه الانتقالات حتى على مستوى اللاعب المصري على مستوى المنافسه والانتقال محليا بقت مغالاه فيها بشكل كبير قوي والله بص يعني بقى مغالاه بس يعني هو ده الاعتراف وده سوق الانتقالات دلوقتي بقى كده وخلينا نتفق ان انت عندك ريال مدريد وبرشلونه بره كل سنه سنتين لازم اثنين ثلاثه لعيبه سوبر بملايين الملايين بيتجابوا ملايين الدولارات خلاص فانت لما تيجي تقول نادي اهلي ما ريال مدريد وبرشلونه ما عندهمش قاعده ناشئين عندهم موجود بس فين وفين على ما يطلع له اثنين ثلاثه برشلونه وباريس سان جيرمان غيروا بورصه الانتقالات في العالم كلها في صفقه نيمار بالظبط بدات تسمع عن ارقام مختلفه خالص عندك توتنهام كمان هاري كين مطلوب فيه 300 مليون 300 يورو 300 مليون استرليني كمان مش يورو يعني 300 مليون استرليني يعني هي البدايه الكل قال ان فيها تغيير كبير هيحصل بالظبط فاحنا بنتكلم الانتقالات العالميه ده اسمه استثمار وبزنس ده الثقافه المفروض ولكن عندنا. كتير من جماهير النادي الاهلي بتقول بنتمنى يبقى في شغل على مستوى عالي جدا لا النادي الاهلي في استفاده موجود. اكتر بالكوادر الموجوده في الناشئين او البحث عن الكوادر اللي ممكن تنمو داخل النادي الاهلي طول عمره بيطلع من الناشئين من تحت انا ما كنت متواجد سبع سنين يوميا كان بيطلع بالسبع ثمان لعيبه بتتمرن معانا من الناشئين من تحت واعتقد ان في مع رمضان صبحي مع محمود تريزيجيه سعد سمير هشام محمد اسلام محارب كل دول ولاد النادي وفي دلوقتي هاني. احمد ياسر ريان واحمد حمدي بيتدربوا مع يعني في عمليه اختيار لبعض العناصر من يتكلم بقى يقول له بص الناس كلها موجوده يعني امال دول منين؟ ما دي قاعده الناشئين بتاعت النادي الاهلي موجوده لكن شايف انها بتقدم العدد الكافي من الاسماء اللي بتنضم لا يعني ان شاء الله مع التطوير مع التحديث في بعض الامور ان شاء الله مجلس الاداره يكون ادرى بيها يعني ان شاء الله في اهتمام بدول واتكلم عنه مجلس الاداره انه من الملفات المهمه جدا امكانيات لعيبه تظهر اكتر وان شاء الله مواهب اكبر ان شاء الله يعني طيب قول لي افضل تجربه فاكرها افضل بطوله بالنسبه لك وافضل تجربه مريت بيها واحنا بنتكلم عن احتفال ببطولات بيحققها النادي الاهلي وهتستمر وتتوالى ان شاء الله ايه اغلى مرحله في مشوارك كلاعب مع النادي الاهلي انا اغلى مرحله تعتبر ان اللي هي اول بطوله افريقيه تخش مصر اللي هي الكونفدريشن كاب
الكونفدراليه. كاس الكونفدراليه بالظبط، لان دي اول بطوله ودي اخر بطوله افريقيه دخلت مصر لغايه دلوقتي على مستوى الفرق، لان دي اخر حاجه انا حضرتها في النادي الاهلي، ودي خدتها الحمد لله، وكنت بشارك كمان في المباراه اللي هي قدام سيو سبورت كانت هنا والحمد لله. ما كانش الاهلي في الوقت ده مشارك في دوري الابطال، كان مشارك في الكونفدراليه بالظبط كده، فخدنا احنا البطوله الكونفدريشن كاب. دي بالنسبه لي تعتبر اغلى بطوله، لان دي اول بطوله تخش مصر. انا خدت افريقيا، خدت اثنين افريقيا الأفريقي. الحمد لله، ورحنا بطوله العالم في اليابان وبطوله العالم في المغرب الحمد لله، وخدت جميع البطولات الحمد لله. كانت مختلفة بالنسبة لك المشاركة في البطولات الدولية خارج بقى الإطار المحلي والأفريقي، كأس العالم للأندية طبعا، تتمنى نرجع للمنافسة في البطولات دي وصدى ده عالميا والمشاركة فيه؟ النادي الأهلي مش متعود يغيب، يعني هو غاب شوية بس إن شاء الله يعود تاني، لأن طبعا معروف دايما بطولة أفريقيا يعني النادي الأهلي خلاص، يعني انت يعني شويه ان شاء الله تبقى المسمى بيك نادي الاهلي هو البطل الرسمي لبطوله افريقيا. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نرجع تاني لمكاننا الطبيعي ان شاء الله، والكاس الافريقي ان شاء الله يعود لينا من جديد باذن الله. كابتن شريف، في النهايه تحب تقول ايه لجمهور النادي الاهلي، لمجلس ادارته اللي تولى المهمه بقياده الكابتن محمود الخطيب، وتقول ايه لزملائك في الفريق الاول والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام؟ انا اولا ببارك لمجلس الاداره، وان شاء الله من مزيد من التقدم باذن الله، واحنا واثقين فيهم ثقه عمياء، وان شاء الله احنا انا عارف ان انتوا بتعملوا في صمت، واتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق ليكم ان شاء الله كلكم. مجلس الاداره بشكرهم كلهم، الفريق كله والجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري، بقول لهم الف مبروك، وان شاء الله انا عندي ثقه كبيره جدا في كابتن حسام، وعندي ثقه كبيره جدا في شخصيته، واتمنى له ان شاء الله مزيد من النجاح مع الفريق ان شاء الله. واللاعبين يعني اللعيبه كلها كبار، ما عندهمش عارفين يعني ايه انتقادات، يعني انتوا بتلعبوا في نادي اهلي، نادي كبير، نادي عريق، طبيعي جدا تعرضوا كل الانتقادات، ده طبيعي في كره القدم يعني. فدايما اللعيب اللي بيجي هنا بيبقى لعيب كبير، لعيب سوبر، وعارف يعني ايه ضغط، الجمهور مركز معاه والجمهور طبعا الكلام ده كله، وبينتقدوا في اي خطا بيحدث محط انظار وسائل الاعلام، هم كلهم على علم بده، فيعني لازم يعرفوا قيمه المكان اللي هم فيه، وده اغلى مكان عندنا كلنا، واتمنى ولازم تفرح ان انت موجود في المكان ده، وان جزء من الباكج ده الضغوط اللي هتبقى عليك انت بتلعب في النادي الاهلي النهارده. هي دي كره القدم، وده الطبيعي، انت بتلعب في نادي كبير تحمل كل دي، فاتمنى لهم ان شاء الله التوفيق، وفي النهايه يعني بنبارك لجمهور النادي الاهلي، وان شاء الله بنقول لهم عوده حميده لجميع البطولات باذن الله، وان شاء الله تكون سنه سعيده علينا كلنا يا رب، ومزيدا من البطولات الافريقيه تعود للنادي الاهلي من جديد ان شاء الله. بشكرك جدا على وجودك معانا كابتن شريف عبد الفضيل نجم النادي الاهلي السابق، بشكرك جدا لوجودك معانا، وان شاء الله تكون الفتره الجايه بتشهد مزيد من البطولات للنادي الاهلي، وتتكرر كمان لقاءاتنا معاك، ونتابع صدى هذه اللقاءات وتقييمك لاداء الفريق فيها، وايضا امنياتك بالنسبه للفريق في الفتره الجايه وما يمكن ان يحققه بعد كل ما تحقق من انجازات في الفتره اللي فاتت، واسعدتنا جدا بوجودك معانا النهارده. انا سعيد جدا بوجودي معاك، ومتشكر جدا وسعيد جدا بوجودي في قناتي الحبيبه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا كابتن شريف عبد الفضيل. بنهايه هذا الحوار مشاهدينا نصل مع حضراتكم لختام هذه الحلقه من حلقات استاد الاهلي، مره ثانيه مبروك للنادي الاهلي الفوز بكاس السوبر، وان شاء الله القادم افضل ومزيد من البطولات تتحقق مع الفريق الاول لكره القدم، ومع ايضا باقي الفرق على مستوى الفرق الاولى في مختلف الرياضات، وعلى مستوى مختلف المراحل العمريه في النادي الاهلي. نهايه هذا اللقاء وهذه الحلقه من استاد الاهلي، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على المتابعه، والى اللقاء. العالم شاهد.